خير طول العمر والزمان إن شاء الله تضلوا بخير كل عام وانتو بخير يا حبابي كل عام وانتو بخير طول العمر والزمان إن شاء الله تضلوا بخير سلام البنات كي دايرين لاباس عليكم مزيانين بخير نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله ويا ربي تقع لنا هذا الوباء في اقرب وقت المهم البنات هنا عندي حلوه العيد وعشاء مبروكه تخلو لكم الصحه والعافيه وباش ما تموتوا ان شاء الله عندي هنا غريبه البهله يعني شي كيعرفها عندي هنا زلافه ديال الزيت عندي زلافه ديال السنيده عندي كاس ديال الزبده دايبه كاس ديال الجدان محمر ونص زلافه يعني ديال اللوز مهرمش ومحمر ثلاثه الخمارات وعندي كيلو ديال الطحين وندوزو الطريقه على بركه الله ما تنساوش البنات لي لايك ديالكم ما تنساوش كومونتير زوين وما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو الى عجبكم وتشاركوا مع الاحباب والاصدقاء وضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد واللي ما عمره ما اشترك في القناه ديالي يدخل يبرك على الزر الاحمر يعني هو كيكون مكتوب لتحت بسابوني كليكيو عليه باش البنات غادي نحطها الأوض غادي نقنع فيها ديك كليك كليك حتى تزيد لها الخميره هذه صافي نبدا ندلك فيها مزيان حتى تجمع البنات هي راه جمعت ليا دلكتها مزيان ولا شفتوها نشفات ولا شفتوها مازال كتفرتت زيدوا لها غير شويه ديال الزيت ودلكوها مزيان حتى تطلع المهم الطاوه ديالي راني وجدتها وداك الشيء كركوا على هذه الطريقه هذه يعني ما تكبروش بزاف وما تصغروش بزاف صافي غنكركوا على هذه الطريقه هذه صافي كنضغط عليها شويه هكا بالشبط صافي فاش نحطها غادي تحطوها من بعدين ما تحطوهاش قريبه باش ما تحضري فيها الخميره كثيره يعني باش تحطيها وكيديرها ديروها من تحت وشعلوا عليها من فوق حتى تطلع وتشربع عاد ديروا ديك الساعه شعلوا عليها من تحت باش تحمر من تحت
نبقاو على غادي على هاد الطريق حتى نسال. صافي البنات هيا بنتها راه خرجت لي جوج طاوات بحال هكا ونص. دابا غندخلها الفران نديرها غير من التحت على ما تنفخ وتفركع ديك الساعه نشعل. هاش قال لي كيفاش كديرها كتغزالهم بشقه يعني هذه هي غريبه البهله الاصليه يعني كتجيبها بهذا الشكل هذا وكتجيب مشقه. نتمنى البنات يعجبكم هذا الفيديو تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي. وكنقول لكم من هنايا عواشر مبروكه تخلع لكم الصحه والعافيه وعيدكم مبروك ولا فيديو جاي ان شاء الله. يلا البنات مع السلامه. من بعد هيا العجينه ديالي كيفاش كدير بحال هكا ستبقى شويه صافي. دابا غادي ندوز نكورها تقريبا تكون فيها شي 80 غرام كور على هذا الشكل. هذا ديجا راني شعلت الفران نشعل عليها من الفوق حتى نشوفها تشقات عاد نشعل عليها من التحت هذا اللي هكا في المنظر في الموضوع في المظهر هكا ندوزها هنا في الفوق صافي. كون فندها هنايا في سكر كلاصي كنحطها كنطم عليها هكا بصبعي كنبقاو غادي على هاد الطريقة هادي حتى نسالي. هاد ياغوتي هاد الصوت ديالي واخا نهضر دابا نزرب سكر كلاصي يكون سبيسيال يعني يكون ماركة مزيان ديال الحلويات.